يا والله بالجميع، معكم الوجيه، واليوم معايا ماهر موصلي. كثير منكم يا وجيه استضيف احد في القناه، يا وجيه جيب لنا احد في القناه. تكفى شغلتنا، ما في الا انت وخشتك والممثلين ذولي. اليوم جبت لكم الشيخ الكبير نمبر 1 ماهر موصلي، واللي كان مصدر الهام لي واللي ناس كثير جدا في دخول عالم اليوتيوب. اشكرك صراحه يا ماهر، وشكرا على الفرصه هذه حبيبي. في حال انكم يعني بتكونوا اول مره تشوفوني مع ماهر، ترى في فيديو ثاني بينزل في قناه ماهر، او انه اوريدي نزل على حسب. احنا ما احنا عارفين مين هيعمل هيعمل الاول قبل الثاني بالضبط. فيب حيكون في فيديوين، فيديو شاركته انا في قناه ماهر في فقره ايش افضل، مين افضل مع وجيه، اللي الحمد لله عشان ما تكلمت هناك فهنا يمكن اتكلم، الله اعلم، خلينا نشوف. نورتني. فقلت له اسمع، بما اني بجيك ونسوي سلسله مين افضل، لا ما راح اطلع منك فاضي، هصور معاك لقاء. انا عندي مجموعه اسئله، الاسئله هذه كنت مجهزها لفقره على الماشي. تعرفون فقرة على الماشي؟ كنت اطلع الشارع بكاميرتي مسوي لخ ام بي سي، شفت حاجة زي ايوه، بطلع برفع المايك يا جماعة بسأل. فكرة حلوة وجابت مشاهدات بس اتعبتني. تخيل كنت اقابل 15 واحد في الشارع، معظمهم اقول له ايش مسلسلك المفضل؟ سؤال بسيط يقول والله ما اعرف مسلسلات، اعرف ذاك الاصلع وش اسمه وش يسأل. فايش اكتشفت ان الموضوع لا صعب، غير انه طلع فيه تصريحات. وش سويها في السينما؟ غير ان طلع فيه تصريحات، لازم طلع تصاريح من الاماره وتصريح اذا بتسوي داخل مول من اداره المول. فقلت يا ابويا سوي جزئين اشتري الدماغ. يلا على الماشي، هنا على الجالس، وهنا على الجالس مع ماهر. على الجالس حلوه، على الجالس على الجالس. خلاص هذه فقره، خلاص عندك خلاص بالله، بس ارباح الحلقات النشر ترجع لي يعني. 1% مناسبه يعني 1.5. يا الله انت كريم، انا استاهل. فالاسئله هذه جمعتها الماهر، كانت مفروض تكون عناوين لاسئله في سلسلة على الماشي، فبسألك إياها. السؤال الأول يا ماهر، ولك الحرية أنك تعيد توجيه السؤال يا اللي يعجبك. السؤال الأول يا ماهر، يقول الوجيه لو قدرت ترجع لسنة معينة علشان تتابع فيلم في السينما وقت نزوله، متصور ترجع لحقبة زمنية معينة عشان تتابع فيلم وقت نزوله، إيش راح يكون الفيلم أو إيش راح تكون السنة؟ شوف أنا محظوظ إنه أنا حضرت كثير أفلام جيدة في السينما، حتى لو كان قبل ما تفتح السينما عندنا بالسعودية. كنت أطلع أشوفه برا، مثلاً إنترستيلر أنا شفته سينما. تابعت سينما؟ نو أول ما نزل، تخيل يعني شفته. إنسيبشن شفته سينما أول ما نزل، تمام؟ يعني أنا محظوظ فيه. لا تقول لي إنك كمان شفت جلاديتور سينما. لا أشوى. فمن الافلام اللي نعرف واحد من الشباب شاف جلاديتور سينما في ماليزيا بغيت ابكي. لا لا انا من الافلام اللي انت تعرف بالله شاف في السينما جلاديتور، وانت يا طفل عمرك 30 سنه. لا واحد شيبه جلاديتور نزل واحد والله شيبه. واحد شيبه والله، ايوه شيبه مستحيل في عمرك. واحد من العيال اللي هو يعني إيه واحد من المتابعين في سناب. انا جلاديتور نزل وانا اول سنه لي في الجامعه، يعني كان عندك فرصه تحضر لو انك سافرت. ايوه بس هذا في عمري، انت وقتها كان للساعه سنه 2000 كان عمري 9 سنوات بالضبط. راح تفهم حاجه مين ضربه باب اصلا يدخنوك. اشوف مقرصن اروح استاجر محلات الشرطه. ها انا والله واضحه دارك نايت. ويتش وان؟ دارك نايت الثلاثيه. لا هو 2008 هذا من المقدمه. يعني انا اشوف افلام السينما، كان بدك تشوف رده فعل الجمهور على الجوكر. والله ما همني الجمهور. ايوه هو ايش فكرتي من السؤال؟ انه ايش الفيلم اللي حضرته؟ شوف التجربه السينمائيه أيوة. فيها اكثر من حاجه. واحد الشاشه الكبيره، الصوت زي ما عمل المخرج كيف بيوصل لك الصوت من فوق من تحت يمين يسار. أيوة. التجربه السينمائيه دي متكامله، لازم تيجي فيلم يستغل قدرات السينما بالكامل، من شاشه من سبيكرز من كل حاجه. فلازم اختار فيلم كده ايبك، يكون قوي يكون رهيب. جلاديتور ممكن الافلام هذه، بريف هارت ممكن يكون من الافلام هذه، بس 2008 ليه تفرق؟ بدا نخش في تقنيات متطوره اكثر في السينما. اظن الاي ماكس كانت موجوده، لانه كريستوفر نولان هو بدا افلامه بالاي ماكس لو انا ماني غلطان. لو انا ماني غلطان اظني غلطان بس ما اظن اظني غلطان قبل جديده بس الفيلم فيه كل شيء، الفيلم فيه مقدمه افتتاحيه جباره، فيه مشاهد اكشن خرافيه، انفجار المستشفى، انفجار التريلا هذه اللي المشهد اللي في البدايه، مشهد السرقه. بقول لك افتتاحيه مقدمه ما هي جباره، والحوار تبغى دراما وتبغى حوارات، الحوار اللي صار مشهد الاستجواب مو طبيعي. ف حروح مع ذلك. جود تشويس صراحه. انت بالنسبه لك ايش؟ انا بالنسبه لي صراحه يعني لما انت خليتني نعيد التفكير في الموضوع صراحه. ليه قول اللي كان في بالك، بالعكس يمكن يكون زاويه مختلفه. انا صراحه يعني كان برضو ما رحت بعيد عن كريستوفر نولان، كان ودي اشوف انسبشن.
انا شفته يعني. اظن لو ما شفت انسبشن كنت حفكر خلاص ما خلاص. بس تجربة حلوة لانه قلبت العوالم وكيف كانت بتصير على شاشة كبيرة كانت رهيبة رائع. غير كمان هنا وجهة نظر الناس وتشوف كل واحد يعني تحس كل واحد بيسألك انت فاهم يعني انا زيك عمار لحد لا 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 في واحد كاتب تعليق مرة في فيلم تينت تحت مراجعات واحد من الافلام او اللي قاعدين يحاولوا المحاولات البائسة اللي شرح فيلم تينت ايوه واحد من المحاولات البائسة واحد أجنبي واحد كاتب تحت في التعليقات فيما معناه يعني كريستوفر نولن هو المخرج الوحيد اللي يروحوا العباقرة إلى أفلامه عشان يحس إنه مغبية. فهمت أنا فهمته والله أنا كل اللي فهمته الله يجزاك خير حركة الكماشة جيت فهمتها منك ومشيت قلت حتى مدري ماهر فاهم ولا مش فاهم بس يلا. طيب حلو السؤال الثاني يا ماهر فيلم ودك تشيل البطل تبعه تقول له يا ابويا وخر هذا مو مكانك وتجيب بطل ثاني ايوه وات غانا بي وات غانا بي. شفت فيلم جانجز اوف نيويورك؟ يب. لا تقول لي بتشيل لا حشيل لا حاشيل دانيال دي لويس ولا حشيل ديكابريو حتشيل كاميرون دياز. اها انها الوحيده اللي من الثلاثه هي لها دور كبير في الفيلم واختيارها كان غلط من البدايه. مين حتحط؟ كثير من جيله. اعطيني اجيب كيت وينسلت. يا سلام اجيب كيت كيت بلانشيت. اوه كيت بلانشيت تمام يا شيخ. لو بجيب واحده صغيره كيت بلانشيت كانت إيه ممتازه كثير في شارليز ثيرون كثير في نفس العمر كان ممكن يؤدوا نفس الدور. فليش راح انا مستغرب مره مارتن سكورسيزي اخذ كاميرون دياز ممثله معروفه بالادوار الكوميديه وما قدرت تمثل ودورها في الفيلم سيء واثر على الفيلم بمجمل غير انه اصلا سمعه كاميرون دياز معروف انها في افلام الاستعراض مع كل الحب بغض استعراضيه او كوميديه كان عندها فرصه تثبت نفسها وما اثبت. بس انا جاي على الاختيار اتخذت قامه زي دانيال لويس مع ممثل شاب وطالع زائج زي ليوناردو دي كابريو مع صرف ميزانيه مهوله صرف ميزانيه مهوله لانه يبني نيويورك في ايطاليا عمل ده كله في ايطاليا صرف مبلغ خرافي جات على الممثله تاخذ لي واحده هاويه تبغى شقره عندك شارلز ثيرون يعني عندك انت قلتها كيت عندك كلات بلانشيت عندك ناس وترى عمرهم مو بعيد عنهم عمرهم وكانوا بيقدموا دور افضل بكثير وفي نفس الجيل يعني كان ممكن تبي فهذا طيب. اختياري يعني. حلو جميل جدا. انا صراحه يعني هو شوف ما كان بس للامانه انا جيت في شيء جديد ما برجع ورا ولا بفكر كثير لانه ما توقعت اني ممكن انا اجاوب الفكره فكره اني انا اجاوب على اسئله معك دوبها ظهرت. بس صراحه ابغى استبدل شو اسمه واشنطن من فيلم تنت اجيب واحد اي واحد بداله ممكن واشنطن بس المشكله مو في واشنطن مشكلة كتابة الشخصية، الشخصية ما فيها ما في أي عمق فيها. بس تحس إنه كريستوفر نولان استعجل. بس إنه واشنطن مو بطال، شفت فيلمه اللي في نتفليكس؟ سيبك كذا فيلم، شفت فيلمه اللي الأسود الأبيض؟ الأسود الأبيض اللي مع زنديا زندايا. يعني وراني إنه يديك يقدر يعطيك، أعطي له سكريبت، أعطي له حوار كويس، ممكن يعطيك، بس برضه ممكن يجي، بس أنا مشكلتي أنا ودي أستبدله بس مشكلتي أي ممثل حيجي بنفس السكريبت والحوار اللي مكتوب ما حيطلع بشيء كويس من الشخصية. أنا الشخصية مكتوبة غلط. يا ممكن أتفق معك، أو إنه أصلاً يعني كريستوفر نولان واجه مشاكل في الفيلم وأتوقع إنها هي من الأشياء اللي خلته أنا خايف إنه كريستوفر نولان صار يبغى يبرز نفسه أكثر من أي أحد على الشاشة. هذا اللي سواه في دانكيرك. لا خلينا نتفق على حاجة، إنه فيلم تنت فيلم صعب. والله فيلم صعب. يعني كويس إنه كريستوفر نولان قدر يخرج بذا الشكل، أوكي كريستوفر نولان عبقري. خطوة واحدة لو عملها لو بنى شخصية واحدة أو شخصيتين بشكل جيد بالنسبة لي كان حيرتقي بمراحل، لكن كقصة نفسها كقصة أنا ما عندي مشكلة حلو أبغى واحد يجرب. ليه كلنا ليه لازم الكل يمشي بنفس الشيء؟ جرب وخذ راحتك يا عمي. بالعكس هذه حلاوة إنه في عندي مخرجين متميزين عن بعض زي ده ما يحب الدم وده يحب العصابات وده يحب أفلام الخيال العلمي كده بالترتيب. بس أنا مشكلتي إنه بدأ يبرز عضلاته على حساب الكاركترز اللي معاه. يعني لما لو أحط شوية إفورت شوية مجهود بإبراز الشخصية بشكل أفضل كان الفيلم حيكون أفضل بمراحل. ممكن صح. أنا على كل حال عشان بس ما نطول السؤال حشيل واشنطن وححط بداله نسخة شابة من إدريس ألبا. أوكي بلا ما ينترستين ما تفرق معي بلا أنت مشكلتك مع بناء الشخصية. إيه ما فرق معي واشنطن مبطل. لا أنا ما عجبني صراحة. طيب اللي بعده يا ماهر يقول لك عمل بغض النظر مسلسل او فيلم عمل اعجبت فيه جدا لدرجه ودك كل شخص تقابله تقول له ارجوك تابعه. هاخذها من ناحيتين. في شيء مستمر للان وما زال فرصه انه الناس تتابع معانا وتشوف اللي هو مسلسل سكسيشن حق اتش بي او.
لانه كثير يا اخي يقول لك شركات اعمال مدري ايه. بالعكس والله انه يوسع الافاق. ما هو كثير عارف ما هو سكسي، ما هو شيء تبيعه بسرعه، صعب يعني. انا حتى من عملت مراجعه حقتي قعدت احاول قد ما اقدر حتى اجيب مشاهد اتكلم على تفاصيل لانه صعب تبيعه. بس لما تخش وتتفرج عليه وتشوف كيف الشخصيات جميله، بنائها جميل، المواجهات اللي بينهم حلوه، فعشان كذا مع انه في اشياء كثيره وانا استبعها بس سهل ابيعها، هذا الصعب بيعته. وقد ما تتكلم مو بالسهل تجلس واحد يتفرج، وخصوصا ان المسلسل بطيء في البدايه، ومو بس بطيء، بطء مو عيب، بس ما يبان بطريقته الحلوه الين قدام بعد 3 حلقات تقريبا. بس انه انا ترى اخذت بلعت الهوك من البدايه ترى. انا شخصيا ما بدأت من البدايه، انا اول حلقه راحت الثانيه. الحلقه اللي الاب دخل فيها في الحاله هذه من الاولى. ايوه من الاولى. ما حسيت انها اوه بسم الله ايش في برضو؟ ما مثلا انا عن نفسي لا صراحة. مثلا الحلقه السادسه في الجزء الاول هي اللي هنا قلت مسلسل ده توب. يا ساتر مسلسل ده توب يا ساتر. فانا هذا العمل اللي اتمنى انه انا وصلتني على فيلم واحده من المتابعات قالت لي المسلسل، قالت لي تابع سكسيشن صدقني يعطيه فرصه. قالت سكسيشن لو انه حلو كان وصلني. هذه المشكله. ايوه هذا اللي زعل. انا قلت لو انه حلو كان وصلني، بس قلت يا عمي اصرت علي. قلت يا عمي اوكي تابعوا الحلقه خلاص. دائما في المسلسلات بالذات في مسلسلات حلوه وفي مسلسلات حلوه وشعبويه، بس سكسيشن هذا حلو بس مش شعبوي. نعم، وكمان انه على قولتك انه عالم اعمال بزنس شركات ممكن ما تشد الانتباه بالذات احنا خليجيين بالذات يعني مكويين من اخواننا الكويتيين. يعني احبكم اقول لكم يا شعب الكويت، بس يعني مسلسلات اللي باقي الحلال واخذ الحلال وخلاص طفشت. راح توصل الناس على سكسيشن. ايوه من الاشياء راح اللي تحرص انهم يشاهدوه. احرص ترى لا يعني ترى جابتك يعني انه المسلسل ده يعني لك اشياء كثير. الموسم الاول والثاني الان مره نهايه الموسم كمان الى الان هو اكثر مسلسل مستمر في اتش بي او انا رائع جدا متعلق. رائع، حتى طريقه التصوير الفوضويه ذي جميل رائع. انت انا ذا ليفت اوفر برضه اتش بي او، بس شوف احب ذا ليفت اوفر يا ماهر احبه. جميل من مع لانه في سؤال ثاني برضه حاجيب لك طاري ذا ليفت اوفر. جميل سو سكسيشن ذا ليفت اوفر. انا ما بغدي تفاصيل على ليفت اوفر زياده بس يعني. بعد يقول لك يا ماهر هذا السؤال كرييتيف انت في جزيره. ايه كرييتيف ده سالته براء من 10 سنين. ايوه بالله جد والله اذا ما عندك الا حاجه واحده بالله من جد بالله هو والله مسوي كرييتيف. والله اني حسيت انه السؤال موجود في عقلي الباطن. والله حسيت انه السؤال موجود في عقلي الباطن، كنت متاكد انه مو كرييتيف. اسال سؤالك. السؤال يقول انت في جزيره وحيد لمده سنه كامله. والله خربت ام السؤال، مع السلامه. انت في جزيره وحيد لمده سنه كامله، اعطوك خيار واحد تاخذ معاك مسلسل او فيلم تشاهده لمده سنه وبعدين تخرج، ايش المسلسل او الفيلم اللي حتاخذه معاك؟ عمل واحد، يا مسلسل يا فيلم بكل مواسمه او فيلم بكل اجزائه. جيم اوف ثرونز مع نهايه ولا الجزء الاخير بتسحبه وتعيد من جديد كل شيء. كيف يعني انقل بين المواسم؟ ممكن حلقات كمان. ممكن انبسط هنا اقول على الاخ رجعنا ابغى يوم انبسط ابغى اسوب عارف اقدر اعيش. وش بتسوي في السنه ذيك غير الافلام؟ شوف انا جيم اوف ثرونز لا ايش بتسوي في الجزيره غير المسلسل ذا؟ بس هو اوعد عارف فنط الحوارات حقته جيم اوف ثرونز العمق الحواري اللي فيه ما حد اداله حقه الى الان قد ما كثير تكلموا كثير ناس وعندهم في بعضهم يتكلم عن في ناس يتكلم عن الروايات في يتكلم مدري ايه الحوارات حقت المسلسل بالذات المواسم الاربعه الاولى بالذات بعد ما عرفت النهايه هتلاقي انه كل شيء مكتوب ومزروع بطريقه جميله ورهيبه يا عمي قبل يومين ما ادري مين كان منزل تويتر كان الفارس بيتكلم مع تيريان على مقاييس القوه ذكرني بالمشهد اللي كان بيتكلم مين الغلط ومين اللي مين اللي غلطان او مين اللي معاه القوه الاكثر اللي القصاص اللي يقص واللي كتب اللي حكم بالاعدام على الشخص ولا الملك ولا مدري مين. لا بشكل عام جورج مارتن شيء. فهذا اللي يخليني اقول لا انا جيم اوف ثرونز لو جالس وابغى استمتع حارجع سنه كامله حتقعد تفل عليه ارجع واقعد اعمل مثلا كده مع نفسي كده عيش ايش الحوارات المضاده مين قال شيء واحد قال ضده ايش الحوارات حقت الشراء؟ ايش حوارات الطيبين؟ مين اللي كان شرير وصار طيب؟ مين كان طيب وصار شرير؟ مين اللي لعب لعبه العروش صح؟ كل شيء اطلع على سيرسي ومين هذه الحاجات كذا حقعد اعيش وقتي طيب ماهر من جد ما في احد غير سيرسي لعب اللعبه صح؟
طبعا ابوها انه حرب ابوها. لا سيب ابوها, نتكلم عن من ما في سيب. المسلسل هذا مكتوب يعني صح لدرجه انه كان لازم يضحي بتايوان. تايوان لو ما مات كان اللامستر استمروا في القوه والجبروت. موت تايوان انه تايوان كان لعبه لعبه صح, كان يحتاج يصير فوضى وكان لعب صح ويعرف يخطط وكان لعب صح. تتكلم على لعبه جيم اوف ثرونز اصلا روش مين كان ماسكهم ويلعبهم ويلعبوا مع الشناكل؟ تايوان. تايوان قلب البولتن من هنا, قتل مدري مين من هنا, خش عليهم في حرب, عمل لهم المذبحة. هو اللي لعب لعبة العروش الصحيحة. صعب يقولوا سيرسي عشان حب سيرسي, بس لو أرجع نقطة ورا وأتكلم مين لعبها واللي استمر في اللعب من غير ما يموت كان ما في مسلسل أصلا. تايوان. تايوان لا صح معاك, اتفق معاك 100% يا ماهر. طيب شو أما وإذا أنت, وإذا أنت مثلا في البيت محبوس ما ادري عشان غير خلي كريات محبوس في البيت كذا وضاع المفتاح, ضاع المفتاح وضاع كله وانت غرفة الماسية وشيك اكل من تحت انت كذا خليت السلام زيد بيض. برضو راح اختار, ما راح اختار مسلسل تعيس لانه ما هو وقت التعاسة, انت تحتاج سنة كاملة. كنت بقول ذا ليفت اوفر بس بعدين افتكرت انه مرة بكاني ضيق صدري. ذا ليفت اوفر, ذا ليفت اوفر لما خلص حسيت انه حزين والله, حسيت انه في ناس راحت وصرت انا ليفت اوفر كيف صارت. طيب يعني فراح اختار مسلسل كوميدي, راح اخذ كوميدي والله فكره, راح اخذ فريندز. يا ما راح اخذ ذا اوفيس ولا راح اخذ ذا فريندز, باخذ مودرن فاميلي. اما يا ليش؟ لانه من يعني مثل احب مضحك. شوف مع اني ودي اخذ ذا اوفيس بس انه ما اقدر اوعدك ما كملته. ايوه ما كملته لما تكمل احداثه بالرغم من انه ذا اوفيس الموسم الاول قلت لك في الفيديو تبعك فطسني ضحك. يلا سؤالك اللي بعد. سو انت قلت بتاخذ جيم اوف ثرونز وانا قلت لك باخذ مودرن فاملي لانه تبغى شيء يسليك في ذيك الجزيره ما تبغى تقعد. ما فكرت انا حكيت لك تعيس. لا تعيس سوداوي بتشوفوا ليش سوداوي في الفيلم في الفيديو اللي في قناتك. تعيس اللي بعده يقول لك يا ماهر لو جاتك فرصة, هذا السؤال سألته في حلقة على الماشي, لو جاتك فرصة انك تعيش داخل مسلسل او فيلم بكل تفاصيله مو شرط مين البطل, المهم انك تعيش في عالم الفيلم هذا في بيئته, ايش الفيلم او ايش المسلسل اللي ودك تعيش داخله؟ ماد من. لا تقول لي نفس شخصيته. يا ريت. ولا تبغى تكون حوالينه بس تشوف الوضع. يا ريت يا ريت دون دريبر والله بس ما ينفع اشوف. ما يجي ما يجي ما يا اخي ليه 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 ماد من جد والله. فترة الستينات انا اصلا الحقبة هذه احبها وهذه ما هي معلومة جديدة دائما اقولها. انا احب حقبة الستينات, تحس بداية التحضر بس لسه ما وصلنا لكل التحرر الغربي اللي وصلوه في السبعينات والثمانينات وخلافه. الجو لسه في تلفزيون بس مو كل مو زي التلفزيون الحالي, في مسجل, في حفلات, في اغاني, في سيارات, في مو يعني ايام زمان مره, ولا التحضر اللي بدنا نخش فيه التحرر الزايد في السبعينات. احب اشكال الرجال كيف ملابسهم, احب الحريم وفساتينهم, احب مره تعجبني الفتره دي مره تعجبني. فوق ذا كله العالم يتمحور حول الاعلانات وسوق الاعلانات وبدايه الادفرت ويتغلغل اكثر التسويق جميل, وانا احب هذا العالم مره. انا اقرا كتب كثير عن عالم الاعلانات. هل هل تشوف نفسك فعلا سيلزمان؟ yeah. والله yeah. صدقني مستحيل, حاولت وجاتني فرصه اشتغل في شركه من الشركات كنت سيلزمان فشلت فشل ذريع. بس في فرق بين سيلزمان اللي واجه الجمهور, لا اللي يقنع. باي ذا واي اللي هم بيسووه مادمن هم بيعملوا فكره تسويقيه بيبيعوها للشركات. في فرق بين ابيع للشركه فكره هذه اسويه وبين اني اقابل شخص واقنعه يشتري حاجه. هذه انا ما اقدر اقول لك ايوه لا ما جربت نفسي فيها, بس اني اتكلم مع شركات وعندي فكره واقدمها واخذ عليها. انا اعمل ذا الشيء اصلا دائما وذا الشيء انا مره احبه. فعالم الستينات في مجال الاعلانات في 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 يكون كرييتيف كذا والجو الابداعي هذا. دونت تريبر يا مان صح اخرب الشخصيه لاني طويل زي ولا وسيم زي سوداوي. ركز على سوداوي يعني هو يعني مو سوداوي. لا انت سوداوي تبغى. طيب انت مستعد للصدمه؟ ما تابعت مادمن يا اخي هذا يتجاب عندنا. ارجع الطايف ارحم والدي ارجع الطايف ارجع الطايف. عندك اسمع مادمن سوبرانوز في فيلم دواير موجوده عندي كامله هذه اساس اقدر ابدا اتابعها بس هذه اساس دواير سوبرانوز وان داي ميبي وان داي ماهر بس لو تبي تعيش داخل مادمن. بس مادمن عارف ليه؟ مادمن ما في قصه بعينه, مادمن عالم. عشان كذا قلت لي عالم جاب هو, هو نظامه سلسله قصه متكامله ولا نظامه كل حلقه قصه؟ لا لا هي سلسله قصه متكامله بس ما تحس انه والله انا عندي قصه من داي 1. كل شوي تتغير القصه اصلا, كل شوي تتغير الاحداث, كل شوي تتغير التوجه, بس انت عايش مع شخص اسمه دون دريبر في هذا العالم المجنون. في قصة تستاهل جميل وصفك كونك اخترته انك تعيش داخله. I'm interesting
راح اتابع مادمن عشان ابغى اشوف ليش تبغى تعيش. بس اصحى من النوم اسمع الموسيقى كذا كانه دوبه بدا. ما اعرف الموسيقى. بالله يا ويلي ولا. طيب لو سالتني يا وجيه نفس السؤال. انا بسالك يا وجيه اللي تبي تعيش داخله. تعيش داخله. شوف بس مش للجانب السوداوي. للجانب لا لا والله ما بقدر اقول ذا الاجابه لا بطلت. كنت بتقول لي افتوبر ثاني؟ ها؟ لا وين ذا الافتوبر؟ انت صاحي. لا وين ذا الافتوبر؟ لا لا بس داخل كذا لابس ابيض. ابغى اكون شخصيه من شخصيات مارفل. لا تقول لي لانك تحب مارفل. والله ما هو كذا. والله شبيح. ابغى اكون شوف والله. اسمع شوف لو عمل اي مراجعه مسلسل من دي سي والله العظيم حيكون كذا يخفي الصوم في العسل. لا لا بس ليش؟ لانه تفتكر المشهد حق افنجرز اسمبل. ايوه تمنيت اكون معاه. انت مين فيهم طيب؟ ابغى اجري. بلاك ويدو. ابغى اجري باتجاه ثانوس. يا ماهر صرخت صرخه في السينما. وصرخة ثور تعرف صرخة ثور؟ هي ما فيها ثور. تصير ثور. ثور انا ابغى اجري معاهم. ابغى اروح اهجم على ثانوس. يا الله. بس يلا. مع انه في خيارات كثيره بس برضو في فيلم اسمه ميد نايت ان باريس. اوه جميل. ابغى اعيشه. جميل. انت عاجبك الجو يعني هناك؟ فكرة انه يقدر يسافر في الزمن وفكرة أيه. انه كيف اصلا المخرج اللي هو ودي آلن كيف صور باريس واجواء باريس ولا انا ما احب باريس كذا بالله انا جاي اليوم انت قاعد تثبت لي اشياء كثيره جاي خبص انا اول مره اجلس معاك وعرفت اشياء كثيره جاي خبص عليك انا عرفت عنك اشياء كثيره خبص عليك طيب حلو السؤال اللي بعده يقول لك يا ماهر احس انه دي الاسئله قاعده تتشابه ما فكرت فيها بالشكل ده بس لا عادي عادي اسالها يقول لك وصل اختراع في المستقبل يقدر يمحي مسلسل او فيلم او اي ذكرى انت تحتاجها من حياتك تماما بس احنا بنستخدمها في مجال المسلسلات فيلم او مسلسل ودك تمحيه من ذاكرتك وترجع تتابعه من جديد وتعيش التجربه من اول وجديد وكانك لا تعرف عنها شيء والله كان نفسي اقول مثلا بريكنج باد بس بريكنج باد انا رجعت شفته مره ثانيه راح بالي بريزون بريك لخبطيه رجعت شفته مره ثانيه ما يفرق شفته ولا لا لانه قوي بكل في تفاصيل كثيره لدرجه انك لو تابعته مره ثانيه حيجيك ايه بس في مسلسل يفرق مره انك عارف التفاصيل من لا والمتعه في فك اللغز والمتعه في تتبع الاحداث وهو مسلسل دارك المشاهده الاولى تفرق على الثانيه الثانيه لا بس انت ركز انك بتنساه سيبه من النسيان انا ابغاك تختار شيء أيوة. انت تبتنساه هو من قوه متعتك فيه تبغى ترجع تتابعه لا 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 انا بقول لك انا المتعه حق بريكنج باد لو شفته ثاني برضه فيه متعه بالعكس ممكن اقول يا الله شوف كيف كان كيف ضعيف كيف مدري ايه كيف 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 بس دارك لا دارك كله على اللغز اللي بيتفكك شوي بالضبط على انك كيف اصلا تعرف مين يضرب لمين ومين علاقته بايه وليه دي رجعت فاذا ده كله انكشف لازم تشيله لا من مخي عشان اشوفه مره ثانيه شيء مرعب فهخترع الاختراع ده عشان اخده واتفرج على دارك مره ثانيه انا اخوك راح يتابع ذا ليفت اوفر You won't shake my hand, but يعني shake my hand عشان قلت لك إني حقول leftover مرة ثانية. The leftover يا ماهر لما انتهى أنت تابع The leftover إلى الآخر. تعرف مشهد النهاية؟ والله المشهد ذاك لما جاء الموسيقى حق The leftover. يا جماعة ترى أنا بكاية. والله ترى أبكي. تدري إني رمة أبكي أتأثر أدمع. مو أجهش. إيش أحلى موسم بالنسبة لك؟ The leftover. هم ثلاثة. اللي عجبني هم ثلاثة. يا أخي. أشوف الأول طلعوا برا طبعاً هو اللي دمره إيه أول ست حلقات أو خمسة حلقات في الموسم الأول سبب إنه كثير ما تابع ليفت أوفر طبعاً لما راحوا للمدينة دي مدينة أيه؟ الخطيئة مدينة المدينة السليمة اللي ما صار فيها شيء أيه اللي هي الموسم الثاني أيوة الموسم الثالث لما بدأ يصير في الإلوجن وصار يخش ويقلب يا ريخ طيب الموسمين صراحة كلها رهيب الثاني والثالث سواء أنت بتعيش بتحذف دارك من ذاكرتك وأنا بحذف ذا ليفت أوفر هذا السؤال فخم هذا كرييتيف والله لو تقول لي سالته براء ولا سالته الجيران صدقني كرييتيف يلا 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 عندك فرصه انك تعطي جائزه الاوسكار للممثل لممثل او ممثله لدور معين مين راح تعطيها وعن اي فيلم ممثل او ممثله عن اي فيلم حتى لو اجنبي حتى لو سعودي كذا ممثل من قوه ما اطربك في الدور بتقول له شيل اوسكار يا ممثل انا مو بس عشان اضربني عشان اضربني وعشان انظلم وعشان هذه وصمه عار في تاريخ الاوسكار ليوم الدين جيك جيلنهال فيلم The Night Crawler أوسكار الأوسكار أنا تابعت الفيلم أوكي دور بس أوسكار الأوسكار
والله يعني لك وجهة نظر ونحترمها يا ماهر صراحة. من أفضل الأداءات الأسطورية في تاريخ السينما، من باب كيف إنه هذا الآدم يقدر إنه فعلا يغوص داخل الشخصية. جاك جنينها نعرفه ونشوف أدواره، قدم دور مختلف، دور جدا مختلف. حتى دور في ماسنجر كان حلو. لا بس دوره هنا لا، في ماسنجر غطى عليه جدا هيو جاكمان. هيو جاكمان أخذوا كله لا شوي. بس هيو جاكمان غطى يلعب عليه. هنا في نايت كلور أخذ المجال بالكامل. بس صراحة السنة كانت قوية، يعني تتكلم على السنة كانت من أقوى السنوات اللي صار فيها تنافس. طب شفت له فيلم برضه تبع نتفليكس تبع اللوحات الرسم؟ لا لا تافه. شفت له فيلم برضه تبع نتفليكس اللي بالتعاون مع كيم جونغ، ما ادري اسمه ذاك جون كيم جونغ هذا رئيس. شوف انا جيك جنو عنده افلام كثير حلوه، بس ولا شيء له افضل اداء نايت ولا شيء ومستعد تعطيه الاوسكار اديه هو نايت. ايش اسمه؟ كرا نايت كرولر. نايت كرولر نايت كرولر من اجمل. لا مخيف مخيف، كان معاه رز احمد. يا سلام مشهد المرايه لحاله يا مان هذاك لا ينسى، يعني ما انسى. وانا ليه افتكرته بسرعه لانه من ما ترشح حتى، مو بس ما اخذ الاوسكار، ما ترشح. ايوه فادي زائلك اكثر، يخلي الغبنه اكثر. والله شوف انا صراحه فاكر الفيلم اوكي اداء، بس ما اشوف انه اوسكار يا ماهر. خلينا نختلف، حلو الاختلاف يا ماهر، اخيرا بنختلف على شيء. اسمع اضربني. انا ابعطي براد بيت عن بنجامين باتن. هذا اول كذا دور يجي في بالي، براد بيت بنجامين باتن. هو حلو بس مو والله اوسكار. والله ذيك السنه فاز، ماني فاكر، ما ادري، بس شوف براد بيت كبير يستاهل، كانت منافسه شرسه. شوف براد بيت يستاهل اوسكار، كثير افلام عنده وكان ممكن ياخذها ذيك السنه. حق يالن هال مين اللي اخذ بنجامين باتن؟ لو انا فاكر نزل 2008 و2009. لا لا مو بنجامين باتن، جاك يالن هال. جاك يالن هال كانوا مترشحين شيء، كان في منافسه مره قويه يعني. خلاص لا بس انا قصدي انه حرام ترشيح وراح حتى ما ترشح ولا حتى يعني تقول لي بتديه بيدك اديه مو ادي على حساب احد ثاني، اعطيه على ذا الدور بس اهم شيء. انا حديها براد بيت عن فيلم ذا كيوريوس كيس اوف بنجامين باتن، راح اعطيه اياها مرتين مزاري كيف بعطيه اياها عن دوره وهو شاب وهو شيبه وكيف نص الافلام ما شافها فعشان كذا نص الافلام ما شافها ونص المسلسلات ما شافها. والله عاد انت شيبه يا اخي، تابعت اشياء كثير. الله يا جانا في عمرك احنا وانا 30 وانا 30 قد مختم كل شيء. يا جماعه لا تتاثروا في كلامه، خليكم ناس انتقائيين، تابعوا الشيء اللي يعجبكم، اللي ما يعجبكم اسحبوا عليه. كيف حتعرف يعجبك ولا ما يعجبك اذا ما تابعته؟ مو زي كذا، هذه مسلسلات زي لما قلت لك تابعت بيكي بلايندرز وسحبت عليه ما عجبني، تابعت راك شو اسمه راك اسمه ذا فايكنج سحبت عليه. هذه تجربة اقعد اغصب نفسي؟ لا شكرا يا اخي، انت حر يا اخي، انت حر. استسلم ما استسلم. طيب اوكي. السؤال اللي قبل الاخير يا ماهر، هذا سؤال فخم وكرييتيف. السؤال يقول لك شيل فيلم من قائمة افضل 5 افلام وحط بداله فيلم ثاني. لحظة قبل ما تحط، قائمة IMDb اللي هي 250 بس حناخذ منها 5 افلام. عندك شاوشنك ريديمشن، Godfather 1، Godfather 2، دارك نايت 2008، 12 رجل غاضب او غضبه. ايش حتشيل من ذولي وايش حتطلع؟ انا عندي فيلم شايفه الان قدام عيوني، اشوف انه المفروض ينزل تحت شويه، مو فوق بس ينزل تحت، واحط بداله فيلم من عندي. انا عندي اجابه جاهزه بس ابغى اشوفك انت. اجين شاشاك خمس، شاوشنك ريديمشن، Godfather 1، Godfather 2، دارك نايت، الجوكر خلينا اسهله لك، و 12 رجل غاضب. هشيل 12 رجل غاضب، مو عشان انه رهيب بس حلو انه هو فيلم قديم وكذا ومره يعجبني، بس انا شايف انه في افلام. يعني انت مستعد تخلي باتمان في المركز الرابع؟ باتمان يستاهل اكثر. شوف انا احب باتمان، احب كريستوفر نولان، واحب هيث ليجر. هيث ليجر بعد ما حكيت قصته في اليوتيوب حبيته اكثر جدا، بس توب 5 توب 4 انت صاحي، انت صاحي، انت فيلم عظيم عظيم على العين والراس، بس والله عظيم. ما هو توب 4 يا ماهر، انت شيل من بالك انه فيلم سوبر هيروز. سيب سوبر هيروز يا حبيبي، اسمع فيلم كمية الحوارات اللي فيه عن الفوضى والعدالة وعن كل الأشياء هذه مستحيل تلاقيها فيلم ثاني، مستحيل مستحيل. بس مش تبرع المشاهد الأكشن اللي موجود، إنك تدمج بين الأكشن وبين الدراما وبين الحوار وبين التمثيل الجامد في فيلم واحد ويكون سوبر هيرو، ترى هذه مرة مستحيل. طيب بسألك سؤال وتجاوب بوضوح، هل موت هيث ليجر كان سبب في رفع تقييم الفيلم ولا لا؟ لكلو دور في انه الجوكر اللي سواه في شعبيه الجوكر اللي سواه، بس الفيلم ككل يا عمي. انا باي ذا واي انا كريستيان بيل مثلا في الفيلم مو اقوى اداء ولا، وبعد هيث ليدجر يجي مين؟ شخصيه ذو الوجهين ادى اداء رائع
رائع كان في الفيلم، اداء جبار كان في الفيلم رهيب. فانا مشهد الحوار اللي انا بدوي ارجع مره ثانيه ما ابغى اسوي فيها وانا النقد الفني والقيمه الفنيه، لا لا انا ارجع اسمع انا ارجع اقول ايه الفيلم، انا اقيس محبتي لي بعدد مرات المشاهده. ليش نقيت 12 انجري مان ما يكون هو اللي من الخمسه؟ لما شفت هذول شفتهم اكثر منه روعه، انا استخدمه في تدريب. ايوه استخدمه في تدريب على انه على كيف نتكلم وتشارك رايك ومدري ايه وكله. بس هل هو اكثر فيلم شفته؟ هل شفته عدد مرات كثير؟ شفته مرتين ثلاثة أظن. بس دارك نايت أنا لو طفشان أشغل البداية، طفشان مرة أخش شوف مشهد المواجهة أو الاستجواب تمام، إذا مرة مرة أشوف المستشفى لما راح إلى المستشفى ودخل يتكلم مع ذو الوجهين، ولما طلع فوق عنده فوق في الحفلة لما دخل عليهم بيتكلم، في مشاهد كثير عظيمة وجميلة رهيبة جدا. أنا أتفق معاك إنه الفيلم رائع جدا وفعلا ما ينزل خمس، بس لا ما يستاهل. طب مين يطلع بدال؟ أنا أشوف فيلم سينا فومن عطر امرأة الباتشين، أنا أشوف إنه ذاك حتى إذا ما بحطه في الخامس بحطه في توب 10. فيلم من أروع الأفلام. ما حد قال إنه مو فيلم جيد، بس ما حنزل دارك مان، ما حد قال دارك. لا أنا حطلع دارك نايت وححط بدال سينا فومن. أنت ما أنت حتشوت 12 رجل غضبان إيش بتحط؟ يا أخي عشان بس وهذا منحاز عشان أنا مرة أحب ترنتينو، لازم اطلع شيء لترنتينو. ما هي مستحيل ترنتينو ترى موجود معظم افلامه، بس ما هو في لازم طيب حتحط بوب فيكشن؟ لا ما بقول. لا والله لا تقول ريزيفير دوجز؟ لا هيتفول ايت؟ لا انجلوريس باسترد؟ يستاهل والله يستاهل رائع. سو ماهر بيطلع 12 رجل غضبان بيحط بدالهم. يا قوية كلمة تطلع شوت ظفر حيشوت 12 رجل غضبان وتشي. صراحة ما اقدر الومه عادي من حقه، وحيحط بداله. لا بس انا الومك. لومني؟ شو دارك نايت؟ لومني لين بكرة الله اكبر يا اللي الملامة مرة قطعتني. شايفين انه ضد دي سي لاي درجة؟ شايفين كيف هذا عميل مارفل؟ صدقني ما احب عميل مارفل. صدقني لو اني انا لو اني كمان كمل اسئلتك، لو اني جيف بيزوس كمل اسئلتك الحين المالك تبع اي ام دي بي صدقني لا ادخل على الداتا بيس واسحبه وارميه تحت واحط بداله فيلم ثاني. كمل فيلم سوبر هيرو توب اربعة انت صاحي. كمل نكست كويشن يا ماهر. او اخر سؤال خلاص اخر سؤال فيلم، بس يعني اتمنى فعلا انك يعني تحاول تفكر بالسؤال ده لانه ممكن الناس فعلا تروح تاخذ الفيلم ده، لانه انت ما شاء الله رجل مؤثر وانا احترم عقلك واحب عقلك والله صدق، ويعني من الناس اللي فعلا شكرا. اذا يعني اسلوب حياتك عاجبني، نظام نومك احسدك عليه. ماهر ينام الساعه 11 بالليل له 10 سنوات ويصحى الساعه 6 الفجر. هاو تيتش فايب صراحة. طيب. أنا أبغى السؤال يقول فيلم أو عمل فعلا ترك بصمة في حياتك وخلاك تعيد النظر في أو خلاك تشوف الحياة بشكل مختلف وخلاك يعني تبدأ تغير قراراتك أو تتخذ قرارات بناء على تفكير بشكل مختلف عن أول. في عدة أعمال وكل عمل كله دور في حاجة معينة. مثلا دوبنا نتكلم عن 12 Angry Men. yes. صح ترى فيلم عظيم وقوي من الأفلام اللي خلتني فعلا لما يصير شيء يقول جماعة أنا ما سمعنا القصة كاملة، لازم نسمع كل الآراء، لا نجي من نظرة محايدة، إيش خلفية كل شخص بيتكلم، ليش قالها، إيش أهمية إني أتكلم. في شيء اسمه الماشروم إفكت، في نوع من الأنواع النباتات ينبت إنه لما تطلع واحدة بس واحدة الماشروم ده يطلع البقية تططططط كلها، لازم واحدة بس تطلع البقية كلها يطلع، يسمونه الماشروم إفكت. فزي الفيلم لما واحد بس واحد قال أنا ضد، بس واحد كان في الطاولة كلها قال لا، أدت إنه يفتح الحوار على البقية كلهم يتكلموا. فممكن أنت واو. تكون الشخص في أي مكان اللي يسبب الماشروم إفكت هذا ويكون له دور إنه يخلي الحوار يكون أكبر ويتكلم بشكل أكبر. إجابتك إنه 12 رجل غضبان. لا أنا بديك هذا من ذا المجال. من مجال ثاني عندك فيلم Paid Forward، شفته ولا ما شفته؟ كان فيه له كيفن سبيسي. Paid Forward. Paid Forward. كم؟ أظن 2001 99 زي كذا حاجه السنين هذه. طيب اعطينا بس لمحه على الفيلم برضه على اساس يكون كتوصيه. الفيلم بيتكلم بما انه الفيلم غير الفيلم مو غيرني، اداني نظره جميله في الحياه. حلو. الفيلم بيقول لك انه تخيل اليوم انه انت اذا انا عملت لك حاجه كويسه، انت مثلا الحين في مازق وانا جيت اساعدك، بس من اساعدك اشرط عليك انه لازم تردها لثلاثه، والثلاثة دول برضو يكونوا في مأزق. عرفت قصته مرت عليه. الفيلم مرة جميل ليه؟ ببين لك إنه دائما الشيء الصغير يكبر.
بس لو صار عبارة عن منهج في الحياة، كيف إنه إحنا كلنا لو قدرنا نتعامل مع هذا الأسلوب كمنهج، إنه إذا ربنا أنعم علي بشيء أحاول أشوف أحد وأغير فيه، ما أشرط عليه وأقول له سوي، بس لو هو كمان أنا جات المساعدة هذه فكر يا الله أنا كنت تعبان في يوم من الأيام ولما جات المساعدة تغيرت حياتي، كيف ممكن أساعد أحد ثاني والثاني يغير الثالث والثالث يغير الرابع والرابع؟ وهذه قصة الفيلم نوعا ما من الفيلم بيدخل جانب درامي كمان جميل، بس حبيت هذا المفهوم في التغيير على العالم. لكن لو خلاص بانهي اللي فعلا خلاص يوميا دائما افتكر الكلمه هذه وغيرتني، get busy living or get busy dying، اللي هي جايه من Shawshank Redemption. واو. اللي هو يا انك تنشغل انك حتموت يا انك تنشغل بمماتك وبحياتك. فاللي دائما عايش في المشكله والمصاعب والمآسي، وانا عارف الكلام ده غلط، لو واحد الان انترك من وظيفه، لو واحد الان وضعه المادي مو كويس، لو واحد الان خرج من علاقه مسمومه، لو واحد الان في مصيبه، ما حياخذ كلامي بشكل لطيف، حقول ابوي هذا تنظير. بس فعلا لو دائما المصايب بتجينا ونعيش جوتها وخلي حياتنا كلها متوحد على الجوانب السلبيه اللي سايره فينا، حنجت بيزي ايه دغين، صح، حتمر الايام علينا حتى نموت، بس حعيش عشان اموت، ماني عايش لأي حاجة ثانية. هي نفس اللي بيقول لك انظر للجانب الممتلئ. بس الفيلم تنشغل بالجزء الفاضي في الكوب. بس شوف الحكمة تبان ما هي حلوة لما تشوف الفيلم. لا أنا ليش الحين، أنا الحين ليش الفيلم، أيه. أنا حريص إني أتابع الفيلم الحين وأتمنى المتابعين يتابعوه كمان. هو للكبار فقط ولا؟ لا يتابعوا فيلم عادي. ياسم. بس هو أصلاً قصة للكبار يعني قصته مو عشان كبار شيء جنسي. بلس 15. بس إنه صعبة. بلس 15. موت وقتل وكذا إيه. 15. انا حريص اني اتابع الفيلم الحين لانه هذا السؤال اخترت احطه اخر شيء علشان نخرج ماهر موصلي اللي يعني الحكيم يا رجل. لا بس الفيلم اسم الفيلم باي. لا 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 انت الحين دخلت فيلمين، بايت فورورد والفيلم الثاني Shawshank Redemption. لا بس احنا نعرف اللي ذا اللي يوصي ثلاثه مدري ايش يوصي هذا بايت فورورد خلاص. والفيلم الثاني Shawshank Redemption. Shawshank Redemption على موضوع الامل، انه كيف دائما هذا حتى لما انسجن ما قاعد على جنب، قاعد متمسك في الحياه لحد اخر يوم في حياته، وجات نتيجه وجابت نتيجة. وفي كتاب مره جميل، لو شفت الفيلم تقرا الكتاب، لان الكتاب بيتكلم عن نفس الفكره. اعطينا اسم الكتاب. اسمه A Man Searching for Meaning. تمام. الكتاب بحث عن اسم الكتاب اصلا، قصه الكتاب عن واحد من المساجين اللي كانوا في الهولوكوست، وكيف بيحكي قصته وهو كان في الهولوكوست لحد ما خرج. من اكثر الكتب اللي غيرت منظور حياتي للعالم. بس الفيلم كان له مردود اكبر، اللي بديت وانا احب حاجه السينما والافلام، فكان المعنى الكامل ليها معنى الامل، وكيف انه دائما تطول في الجانب قد ما تقدر في الجانب الكويس، لا تطول بس في الجانب الاسود في حياتك. اجابه على يعني نفس السؤال انا في فيلم ويل سميث The Pursuit of Happiness. جميل. فيلم هذاك يمكن أتوقع لأني أب، ممكن إنه خلاني أتأثر بالفكرة، وكيف إنه يعني انكساره ومحاولة وقوفه في الفيلم ما كانت علشانه، علشان اللي معه. فبعد ذاك الفيلم استشعرت فكرة إنه don't give up، مو شرط إنك يعني تبدأ في شيء ضخم. شفت بهذل صح والمغدر، حتى وصل لمرحلة كان يطلب $10 فاكر؟ صح. كان راح يدور دين $10، وقف اشتغل تبهذل طلع نزل. الشيء هذا اللي كان عند ويل سميث وإن كان أكتين، الشيء طبعا هو بايوغرافي اللي هو Pursuit of Happiness، الجانب هذا جانب الإصرار كيف أقدر أصعد علشان غيري، مرة حبيته وأثر فيني فعلا، وقاعد أسوي أشياء كثيرة من ذاك الفيلم لما أفتكر إنه لا الله يخليك الجود. امين يا رب. والعائله كلهم يديك العافيه. وشكرا شرفت فيك والله، شرفتني في البيت والله. والله انا تمنيت انك جيني الطايف صراحه، بس الاخ يقول والله مع الجو ذاك حقها الطايف صراحه، ما جا الحر هذا، ما جاء الطايف الا في 2011، ومن 2011 الى يومك ذا ما جاء، لكن صدقني حتيجي باذن الله. باذن الله حتيجي المره الجايه وحتصور في البيت عندي باذن الله ان شاء الله. جات فرصه حبيبي، الله يعطيك العافيه. يعافيك يا رب. كلكم تعرفوا ماهر، في حال انكم ما تعرفوه لا سمح الله ماهر اشهر من نار على العالم، في حالكم ما تعرفوه اكيد حتلاقوا رابط قناته في الوصف. شكرا لكم يا جماعه، كان معكم الوجيه وماهر موصلي، يا مان مع السلامه.